لم يفقد الفرس الأمل في إعادة دولتهم بعد موقعة القادسية، فكانوا يجهزون ما تبقى من جيوشهم استعداداً لمواصلة الحرب، حتى جاء قائد من فوارس الإسلام. فارس مقدام لا يعرف التردد والفرار، فهو من أشجع فرسان صدر الإسلام وصاحب المواقف الباسلة في ميدان المعارك، لقب بالأمير القائد. إنه الصحابي الجليل النعمان ابن مقرن المزني في مشهد موقعة نهاوند. هو أبو عمرو النعمان ابن مقرن المزني، كان قائدا شجاعا ومن نقباء ورؤساء القبائل العربية العتيقة. كان النعمان ابن مقرن من نقباء ورؤساء قبيلة مزينة. كيف جاء إسلامه؟ هي قبيلة مزينة كانت قريبة من المدينة، وبالتالي كانت أخبار المدينة وأخبار المسلمين بتصلهم أولا بأول، وتوالى انتصار المسلمين في بدر وكذلك في موقعة أحد. كثير من الناس يظن أن المسلمين انكسروا، الحقيقة لم يكن انكسار هزيمة، لكنه لأن المشركين لم يدخلوا المدينة أصلا، بل تراجعوا. لكن هو كانت يعني تجربة محنة مر بها الصحابة ليتعلموا ألا يعني يخالفوا الحبيب صلى الله عليه وسلم. واستمر المسلمون في مطاردة قريش حتى حمراء الأسد. نعم. وبالتالي كان يرى أن الإسلام بينتعش، وتصله أخبار الإسلام وبعض الآيات القرآنية، ويصله بعض مناقب هذا الدين العظيم ومناقب هذا الرسول الكريم. فتشجع وأخذ مجموعة من قبيلته، وهو فارس كبير في قبيلته وقائد وكثير من إخوته، وذهبوا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وأسلموا يعني قبل موقعة الأحزاب بفترة بسيطة. كان من أسرة ميمونة نقيبة في الإسلام، فقد أسلم هو وعشرة من إخوته، يعني 11 أخ دخلوا في الإسلام، بالإضافة إلى أن وفد مزينة الذي جاء إلى رسول الله كان من 400 فرد من نقباء مزينة من نفس القبيلة. نعم. ولذلك فرح المسلمون بإسلامهم فرحا شديدا، لأن في الوقت ده كان حوالي سنة 5 هجرية، وكان ما زال عدد المسلمين قليل. فلما تأتي لهم قبيلة بوفد من 400 رجل يدخلون في الإسلام، فكان هذا نصر وإعزاز للإسلام. وقد بدأ سيدنا النعمان يشارك مع الغزوات منذ إعلان إسلامه. نعم. فشارك في غزوة الأحزاب، شارك مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان التي قال الله عنها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نعم. ثم كان له نصيب في فتح مكة، فقد حمل لواء قبيلة مزينة في فتح مكة بعد ذلك، وظل يجاهد مع رسول الله حتى وفاة رسول الله. وهنا موقف بعد الوفاة يذكر له ويسطره له التاريخ، ونحن نعلم أنه بعد الوفاة ارتدت معظم القبائل عن الإسلام إلا قبيلة مزينة، لأن سيدنا النعمان ثبت على إسلامه وعمل على أن تثبت قبيلته أيضا على إسلامها، ولذلك لم يرتد منهم أحد عن الإسلام. نعم. وظلوا صامدين عليه وثابتين. بعد الهزيمة المروعة في القادسية، اجتمع أهل فارس من كل فج بأرض نهاوند ليوجهوا ضربة حاسمة للمسلمين. لم يركن الفرس إلى هزيمة القادسية الكبيرة. نعم. وكان لابد من لقاء حاسم وأخير في بلاد فارس، فاستقر على موقع ومركز نهاوند ليكون اللقاء الأخير. نعم. لماذا خاض المسلمون هذه الموقع؟ هو كانت نهاوند محاولة من الفرس يأخذوا ثأرهم بما حدث لهم في القادسية. نعم. فتجهزوا تجهيز كبير جداً، وصفوف كثيرة لدرجة أن بعض الصفوف كانت يقفوا في الخنادق ومسلسلينه بالسلاسل حتى لا يتراجعوا، وجمعوا نفير كبير أكثر من 500,000 500,000 مقاتل لهذه الدرجة في هذه المعركة. بعد معركة القادسية الحاسمة التي كانت بقيادة الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص وتدمير معظم الجيش الفارسي، بدأ الإمبراطور الفارسي يزدجرد يحشد كل قواه ليخوض المعركة الأخيرة، إما أن يعيد عرشه أو تكون النهاية بالنسبة له. نعم. واختاروا أن يعسكروا في منطقة تسمى نهاوند
في أقصى شمال العراق كمركز أخير كمركز للقاء. أخير ومكان حصين كان يأمل أن يعيد به دولته مرة أخرى، وعهد بقيادة المعركة إلى أكفأ قادته في هذا الوقت اللي هو الفيروزان. نعم. فلما علم بذلك المسلمون وسيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أشار على أصحابه فقالوا له يا أمير المؤمنين لابد من القضاء عليهم قبل أن يعودوا لقواهم مرة أخرى. حتى إنهم لما عرفوا كده يعني استشاروا سيدنا عمر بن الخطاب في المدينة المنورة من يتولى القيادة، مين اللي يتولى القيادة ويعملوا إيه، وهل حتى إن الصحابة هناك في المدينة يعني قالوا لسيدنا عمر النصيحة أنك أنت ألا تخرج نفسك حتى تكون في المدينة لأن أنت تمثل الخلافة و... ولكن سيدنا عمر استخار الله واختار إيه النعمان بن مقرن أن يكون هو المسؤول عن هذه الغزوة لما يعني استشف فيه، ومعروف أن سيدنا عمر كان موفق يعني كان موفق وعنده إلهام فاختاره على أنه يكون يعني هي الفرقة الانتحارية بمفهوم المعاصر الفدائية والصعقة زي كده. نعم. يعني ليه بقى؟ لأنهم لما جمعوا المسلمين مهما جمعوهم وصل عددهم حوالي 30,000 هيواجهوا أضعاف مضاعف، هيواجهوا 500,000، فكانت المسألة محنة مش سهلة. نعم. وفي نفس الوقت هم كان لابد من المواجهة لأن الفرس كانوا يريدوا غزو حتى جزيرة العرب، لهذا لو لم يصدوهم في الأطراف كانوا يدخلوا إلى جزيرة العرب، ولذلك كان الجهاد ده يعني إبقاء لحياة الإسلام والمسلمين. بدأ الطرفان الاستعداد للحرب والتحم الجيشان في معركة دارية وسجال كبير. كان الفرس يقاتلون في الخنادق وخشي المسلمون أن يطول الأمر، فعقد النعمان مجلساً عسكرياً. اشتبك الطرفان وشارك النعمان كجندي في هذه المعركة حتى استشهد. لكن كان له نظام عسكري خاص وقال للمسلمين عن التكبيرات الأولى والثانية وغيرها. أي. هو لأن البيزنطي الفرس كانوا يعني متترسين وفي الخنادق، فأراد إنه هو يعمل خطة إنه يغريهم عشان يخرجوا من الخنادق ويحسسهم إن حصل انهزام مؤقت، فجعل فرقة هناك تناوشهم ثم تتراجع وتتراجع حتى تغريهم إنهم يخرجوا من خنادقهم. نعم. ويطاردوا هؤلاء الفرسان، وفرق أخرى كانت مختبئة حتى إذا ابتعدوا تماماً خرجوا وقتلوهم حتى أنه استحر القتل وهو نفسه استشهد في هذه المعركة. نعم. وحتى أنهم قالوا أنه أكثر من 100,000 قتل وأكثر من عدد زيهم أسر، فكانت يعني معركة كبيرة واستشهد، وهو نفسه كان بيدعو الله أنه يستشهد في هذه المعركة. حتى أن بكى الجنود لما وجدوا أن هذا الدعاء وأحسوا أن دعاءه مستجاب. ولذلك عندما بدأت المعركة وحمى وطيس القتال استمرت المعركة يومان. نعم. وهنا سقط سيدنا النعمان شهيداً على أرض المعركة، ولكنه كانت به جراح قبل أن يموت، وفتح الله عليه ومن عليه بأنه لم تصعد روحه إلى باريها إلا بعد أن انتهت المعركة بالنصر. فلما سأل أحد جنده ما فعل الله بكم؟ قال لقد فتح الله علينا. قال أبلغوا عمر أمير المؤمنين عمر وبشروه بالنصر، ثم صعدت روحه إلى بارئها ولقبت هذه المقاعة بفتح الفتوح، وكانت النهاية للدولة الساسانية. لم تقم للدولة الساسانية أو للدولة الفارسية قائمة بعد ذلك، بعد هذه المعركة. لذلك كما تفضلت سميت بفتح الفتوح، وانتشر الإسلام بعدها في وسط أسيا، وبعد ذلك وصل إلى حدود الصين بفضل الله ثم بفضل هذه المعركة، وبالتالي انتشر الإسلام في بلاد فارس بأكملها. لا شك، وأصبحت بعدين المواجهات متركزة مع البيزنطيين، مع الروم فقط. الروم فقط. لكن الفرس هنا الفرس انكسر مع هذه المعركة الأخيرة، وكثير منهم دخل في الإسلام. لقبت موقعة نهاوند بفتح الفتوح لكونها اللقاء الأخير والحاسم في بلاد فارس،
وباستشهاد النعمان سطرت نهاية حكم الدولة الساسانية الذي دام لأكثر من 416 عاماً.